الآن وحين تظهرون وقت الظهيرة يعني. الله. حين تظهرون حين تصبحون تدخلون في الصباح، وحين تظهرون يعني تدخلون في الظهيرة. فسبحان الله حين تمسون أي المساء في الليل، وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا العصر. الله. وحين تظهرون. قال جعفر الصادق رضي الله السلام جمعت أوقات الصلاة الخمس، لأن في المساء مغرب وعشاء، والعشية اللي هو العصر، والظهيرة والصباح. بس فيهم يقولون حين تظهرون تظهرون. ذاك الوالد سيد يوسف لا 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 ما فيش تظهرون، تظهرون دخول في الصباح، وتظهرون تنتصرون. لكن هو أول فريضة ظهرت في الإسلام هي الظهر، فسمي الظهر لذلك. مدد.